زين تعرف اول شيء انا ما راح اخش معك الموضوع لان اعرف شو السالفه، ما تجيب لي اياها بعدين. انت معلوم؟ علم. ما في معلوم. ما في معلوم. اليوم خلنا ناخذ وداع، هذا يبدو لي سلام الحلافي. صباحك يا حبيبي. صباح النور. انا تسمحوا لي اخذ العيا الحلافي انا؟ هيا تعال يا مرحبا. هذا خلاص انا لك اكفيك اياه. لا والله لازم عاد احنا في له مكانه خاصه. يا هلا. طيب خروج المتسابق عبد الله حلافي لمده 24 ساعه مقابل 500 ريال رصيديه. انت عندك ظروف خاصه؟ والله عندي تسجيل شيلات وعندي اغراض باخذها. الله ييسر لك الامر وياك ان شاء الله، وتشوف ان شاء الله جزء من ما حصدته وما زرعته في الايام الماضيه ان شاء الله من هالجمهور ومن هالصدى ومن هالمقاطع الجيده اللي انتشرت لك، وترجع لنا ان شاء الله اقوى. اي خدمه. كل التوفيق. مستعجل عبد الله؟ اي والله مستعجل. اي ما عليك بعد ساعه خذ راحتك. لبعض المتسابقين تلقاهم عند فرق الدعم، باقي المتسابقين الثانيين ولا اخوياهم اللي داخل القريه، سبحان الله لهم قبول عند الجميع. الحلافي من الشباب المتميزين بهذا الموضوع. الله يرحمه. تلقى كل فرق الدعم، كل الشباب الثانيين له قبول عندهم. يستاهل. تسمحوا لي احب خشم الرجال؟ لا خشم. الله يسعدك يا حبيبي. لا والله ما قلت. عبد الله انا لاحظ عبد الله في بعض الشباب لهم قبول خاص. احب خشم. احب خشم. وانت من الناس اللي لهم قبول والله. حبيبي يا سيدي خلاص. لا انا مزكم. لا 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 انت لا. يلا سلام عليكم. يلا سلام. جميله صارت من عبد الله.